تابع طول الوقت وبتنزل صورك طول الوقت وحياتك الشخصية طول الوقت على السوشيال ميديا، مش بحس حسين الشحات كده. لا والله، بس يعني هي الميديا بصراحة أنا يعني ساعات بتبقى حلوة وساعات بتبقى وحشة، بس أنا عن نفسي أنا بحب أريح نفسي كتير، يعني بحب أريح نفسي مثلا كتير في أوقات كتير ببعد عن الميديا، بقفل الميديا كتير، يعني ممكن مثلا أفتحها أرفع مثلا حاجة معينة وأقفل تاني، أفتح أرفع صور مثلا اللي هي معينة وأقفل تاني، غير كده ما بحبش أركز مثلا مين قال إيه ومين عمل إيه. بس اللي انا لاحظته بس اللي من امبارح للقناه ترند، وانتوا ترند يعني. البيت الكبير ترند. طبعا ان شاء الله ترند يعني ان شاء الله يا رب. ده مهم حسين على فكره، دايما بنحس انه السوشيال ميديا طبعا بقى شيء مهم. يعني ما انا بقول لك كابتن، يعني في اوقات كتير لعيب الكوره اعتقد ممكن جدا تاخده لسكه ثانيه، ممكن تركيزه. عشان كده بقول لك كابتن، هي دي اوقات كتير بتبقى حاجه كويسه وفي نفس الوقت بتبقى مثلا وحشه، اللي هو طب انا مركز في الميديا على طول، مركز مثلا بيتقال عليا ايه، مركز مثلا انا كويس ولا انا وحش، انا طب انا النهارده كنت كويس بس في ناس بتقول عليا وحش، طب انا النهارده كنت وحش بس في ناس بتقول عليا كويس، طب انا هصدق مين؟ كان دايما يعني كابتن ايهاب جلال يعني الاب الروحي كان دايما مثلا يقول لنا لو انت بتتفرج مثلا على برنامج او بتتفرج على ماتش اقفل الصوت. يقول لك اقفل الصوت، ما تسمعش مثلا، ما تسمعش الناس بتقيمك ازاي. يقول لك ما تسمعش، عايز تتفرج اتفرج، ما تسمعش تسمعش، اتفرج كده وانت بهدوء من غير مثلا اي حاجه، اتفرج، العب مع اولادك، اقعد مع اولادك، لو مش عايز تتفرج خالص العب مع اولادك وقضي يومك كله عادي طبيعي في البيت مع اهلك وخلاص، ما تتفرجش ما تسمعش، انا اللي هقول لك انت حلو ولا وحش، انا اللي مسؤول عن كل حاجه. وفي ناس بتحب هي تقيم نفسها. ايوه، ما في ناس كتير طبعا. لا بس انا اللي انا اقصده في النقطه ديت اللي هو فعلا كابتن ايهاب فعلا انا لاحظتها كتير صح. انت في اوقات، لا انا في اوقات انا باجي عليا مثلا لا انا كويس. مثلا ليه مثلا اللي بيحلل مثلا يقول مثلا عليا وحش؟ ليه مثلا يقول عليا كويس وانا وحش؟ هي دي النقطه دي اللي انا اقصدها فعلا. يعني كابتن ايهاب مثلا لما انا جيت مثلا لاحظتها كتير، لا فعلا معاك حق كابتن ايهاب، يعني مثلا انا كويس بس في ناس بتقول مثلا عليا وحش في الشارع، مثلا واحد مثلا بشتري حاجه واحد يقول لي يا عم انت وحش النهارده، لغايه في لحظه المدرب تقتنع فعلا ان انا فعلا كنت وحش ولا ايه؟ لا انت، انا المدرب انا لسه ماشي، المدرب قال لي انت كويس، يعني المدرب انا رحت قال لي انت كويس، يعني انت اصدق مين؟ اصدق حضرتك؟ طب انا اصدقك انت ولا انا اصدق؟ فلا خلاص، لا انا فعلا المدرب، انا ماليش دعوه مثلا انت قلت عليا انا وحش، طب خلاص انت قول انت مقتنع بكده. ده اللي بيحصل في السوشيال ميديا. ما هي دي، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا بعيد عن الميديا بسبب حاجه زي كده، انا ما بحبش اركز في الميديا بسبب حاجه زي كده، لا انا خلاص انا شايف نفسي، انا خلاص انا المدرب قال لي كويس خلاص انا كويس، انا وحش لا انا وحش خلاص. يعني حتى كابتن هاني لما كنت معاه مثلا فتره كتير مثلا يقول لي انت كويس في الماتشات اللي فاتت ديت وكمل على كده. خلاص كابتن هاني شايف مثلا انا كويس. زي ما كابتن ايهاب برده نفس الكلام بيقول انا كويس. فخلاص طبيعي يا جماعه، انا خلاص انا خلاص المدربين اللي ماسكني في المنتخب وفي في النادي بيقولوا لك كويس. بس في بعض اللعيبه يعني مع احترامي ليهم، لكن في جزئيه ثانيه وده مهم جدا بتتكلم فيه، انه ممكن جدا يكون المدرب حتى يقول له لا انت النهارده مش كويس، لكن هو بيسمع للسوشيال ميديا وبدا الناس تقول لا ده انت كويس، فبيبدا هنا نوع شويه نوع بقى يهمد مثلا، يهمد او يقول لك او المدرب ده ليه ما يعني بتبقى العمليه دي. فانا معاك جدا ان السوشيال ميديا ليها وقتها، انك تخش في وقت معين، انك يكون اكيد على اتصال بالجماهير، على ده مهم قوي يعني. طبعا دي النقطه بتكلم فيها كابتن، يعني كان كابتن هاب مثلا في اوقات يا كابتن كان بيجي نبقى خسرانين مثلا من مباراه واحنا مثلا يعني وحشين جدا، اللعيبه وحشين واحنا عارفين ان احنا وحشين. كابتن هاب مثلا كابتن هاب بيطلع مثلا لقاء بعد المباراه، اللعيبه عملت اللي عليها وادت دورها وادت اللي هي مطلوب منها وانا اللي متحمل المسؤوليه. يجي بينك وبينه يعمل اللي هو عايزه، لا انت وحش وانت حاجة. انت مثلا حسين وحش، انت احمد اسامي النهارده كويس، انت مثلا ابو المجدي لا انت كنت مثلا وحش، لا فاهم، كل واحد هيدي له حقه مثلا، خلاص خلاص انا عرفت انا وحش وانا كويس، بس ما بيطلعش مثلا في التلفزيون لا مظبوط حسين مثلا انت وحش النهارده واللعيبه خسرتها، هو سبورت طبعا لفريقه. فدي دي كانت ميزه يعني بتدي اللعيبه كلها مثلا لا حسين مثلا خلاص بقى كابتن ايهاب ده نوع من التشجيع كده كابتن، انه تشجيع تشجيع طبعا كبير اللي بينا يحصل في الغرف المغلقه ولكن قدام الراي العام. لا طبعا لا احنا دلوقتي بقى في الميديا دوت اللي حاصل بقى اللي مثلا ايه، لا اللعيب مثلا بيقيم نفسه من ورا على الميديا مثلا كل واحد راي مختلف. لا حسين كويس، حسين وحش، لا حسين كان النهارده مثلا المفروض يشوط الكره دي، لا هو المفروض لا كان المفروض باصاها مثلا لكابتن هاني، لا المفروض يشوطها، لا انا مثلا انا خلاص هي بتيجي في وقت انا شايف مثلا ان انا هشوطها، هي المفروض مثلا تعمل بالعرض بس خلاص انا شفت، لا انا خدت قرار ان انا هشوطها خلاص، لو مثلا انا رجعت رايي مثلا او رجعت في قرار ان انا مثلا اعمله بالعرض ممكن انا اتعور. فانا شايف كده.
هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها في الميديا. بس أنتوا في بقى مدربين، أنا عارفة إنه ده ممكن يكون بيحصل بس ممكن يكون بطريقة يعني غير مباشرة قوي، أو أنتوا بتحسوا ده إن ساعات مثلا يعني في أحيانا مدربين يطلبوا منكم مباشرة ما تتعاملوش مع وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات المباراة المهمة كتير. خلينا نقول بيطلبوها منكم كده مباشرة لا في مثلا مدربين كتير تقول لك مثلا ابعد عن الميديا مثلا الفترة ديت، الفترة ديت فترة حساسة لأن بيتاخد فأنت يعني في لعيبة في لعيبة كتير بتتضر بحاجة زي كده، في لعيبة كتير مثلا بتركز مثلا في الميديا اللي انا مثلا ايه، لا انا الجمهور برده مصمم ان انا وحش يعني انا جايب لسه انا جايب جون، طب انت برده مصمم ان انا وحش ليه؟ ممكن بقاش جول مثلا جايب جول بس انا عملت اللي عليا مثلا، قدرت اساعد اللي انا عليا، عملت مجهود، عملت حاجات كتير، انا حاسس ان انا عملت حاجة فانا مثلا ايه هخرج في الميديا اشوف مثلا يقولوا عليا ايه، لا انت وحش، هلاقي نفسي ايه عملت كده اهو همت دي كتير بتاثر على لعيبه كتير. يعني مثلا انا وقت كتير مثلا وانا ببقى وحش كده كده انا كويس او وحش ما بفتحش الميديا، هفتح مثلا ارفع الصوره مش هرفع خلاص مش هرفع فدي حاجه زي كده. بس انا وقت كتير بقى مع نفسي ما انا مثلا ببقى وحش وانا شايف نفسي ان انا وحش بعيد عن حد مثلا بيقول لي انت كويس او وحش، انا ببقى في البيت مثلا قاعد لوحدي ما بتكلمش مع حد خلاص بعيد عن اي حاجه، انا خلاص انا وحش انا وحش خلاص. ده اعتقد اللاعب الكرة هو الوحيد القادر على تقييم نفسه بالزبط بينه وبين نفسه، اول ما بيروح البيت يقدر مثلا حتى المدرب قال لي انت كنت كويس وبتاع بتحس ان انت فعلا لا النهارده انا ما كنتش كويس انا كنتش عندي كويس. احسن عندي احسن من كده طبعا بيحس طبعا يعني كل لعيب هو فعلا هو اللي بيبقى قادر يقيم نفسه مثلا بعيد مثلا عن اي حد مثلا حد قريب منك انك بتثق فيه جدا فيقول لك مثلا ايه لا انت كويس فانت طب انا كويس كنت في ايه، طب انا مش في حد انت بتحب تتكلم فيه طبعا يعني بتثق في رايه انا مثلا يعني انا معايا اصحابي واخويا مثلا في جروب مع بعض احنا ممكن مثلا بعد الماتش في الواتساب مثلا نتكلم انت كنت كويس النهارده بس انت عندك احسن لازم تركز شويه لازم اكتر مش عارف ايه نوس على نفسك طب خلاص ماشي شايفين كده طب خلاص ماشي تمام. يجي مثلا بعدها مثلا وحش اليوم بيزعقوا لي ويشتموني ده كويس. لا انت وحش انت عايز انت عندك بس بتحس ان قلبه عليك بالظبط يعني كده ما هو ده بالظبط ده اللي بتكلم فيه لا هما باجي ساعتها احس لا فعلا طب بص احنا عايزين نختبر مواهبك غير كره القدم. انا